يبقى احنا اتكلمنا في البوينت 2 انك جهزت الليست بتاعتك. بوينت 3 قلنا تبدا تقدم في الجوب هانتنج استراتيجي، قلنا هنتكلم على الاوفلاين، هتروح للاماكن دي في هتشوف العنوان بتاعها فين، هتقدم في ال20 شركه بتاعت المالتي ناشونال، ال10 شركات اللوكال او التوب 5 كومبانيز اللوكال، تبدا تقدم في كل واحده منهم. حاول تسعى بالاسباب او انك تحط على السي في ده اتنشن تو الهايرنج مانجر. ده رقم 2 في الجوب هانتنج استراتيجي، انك تحاول توصل دايركت للهايرنج مانجر وتكلمه على التليفون وتوصل في خلال دقيقه او 2 تنتروديوس نفسك وتجيب الاتنشن بتاعه بسرعه. ثالث طريقه ودي مهمه جدا الاونلاين، انت بتقدم على لينكد ان زي الناس كلها ما بتعمل، وللاسف للاسف انا عارف ان كله هيسمعني دلوقتي، قبل ما تتخانق معايا وتزعل مني وتقول لي بص لينكد ان ده اختراع فاشل وانا بقدم عليه وما بيعملش معايا اي حاجه، وقدمت جوبس كتيره جدا فيها، وانا وقت من الاوقات قدمت اكتر من 1000 جوب على لينكد ان وجات لي 3 ابلكيشنز، وكنت ايه توب نوتش في السكيلز وكنت جامد جدا ومعايا ريكومنديشنز اسطوريه من جوه الشركه وبره الشركه، بس عادي ده بيحصل جدا. ليه؟ لان بيحصل فلترنج في اللينكد ان، والشركات ليها اوبجكتيفز مختلفه في جوب بوستس، وفي ناس بتلاقي تالنت مختلفه، والهايرنج مانجرز بيبقى عندهم باك جراوندز مختلفه. فسيبك من الشركات وسيبك من اللي بيحصل معاهم، تعال نقول لك انت النهارده ممكن تعمل ايه. لينكد ان ده بحر كبير قوي يقدر يساعد ناس كتيره. قبل ما نتحرك في اي حاجه، خش على جوجل النهارده و جوجل على لينكد ان كوتشز، في لينكد ان كارير كوتشز موجودين كتيره جدا جدا، يقدر اي حد منهم يساعدك ازاي انت تمبروف اللينكد ان بروفايل بتاعك، وازاي تلاقي جوب هانتنج استراتيجي، وايه السكيلز اللي هتحطها. نظام بتاع زمان انك تاخد ايه السي في وتروح رازعه على لينكد ان كده، وتحط شويه صور كده، وتحط الحاجات وتحط سيبريتورز في النص، الكلام ده ما بيشتغلش. في طرق تانية خالص لينكد ان زي كده، اي ويب سايتس بيحصل له رانكينج، الناس الكونتنت انفلونسرز واليوتيوبرز بيشتغلوا على دوت، فاهمين انا بقول ايه، والماركتيرز، ان اي حاجه ليها رانكينج والجوريثمز ليه، هو اللوغاريتمات لللينكد ان بيقدر يحط فيها الاشخاص بيزد على البروفايلز بتاعهم وعلى السكيلز وعلى التايتلز وعلى الديسكريبشنز وعلى مين بيعمل لك اندورسمنتس وريكومنديشنز. في شويه حاجات كده اهوت على لينكد ان ممكن ابقى نتكلم عنها في فيديو لوحده، بس المهم النهارده وانت بتعمل لينكد ان بروفايل بتاعك، عملت بروفايل حلو قوي، كتبت فيه الصور والحاجات دي كلها، عرفت الحاجات دي من على الانترنت ولقيت عليها اي يوتيوب فيديو اتعلمت منه الكلام ده، بتعمل ايه بعدها؟ هتخش على الشركات اللي اتفقنا عليها من شويه، حطيت ال 20 كومبانيز، كل كومباني تكتب بقى ايه فرانشايز هيد، بيزنس يونت دايركتور، سيلز مانجر، فيلد فورس مانجر، تكتب تبوست دوت في الجوب ديسكريبشنز، تختارها في الكرنت او في الباست، تشوف الناس تبدا تعمل لهم اد، تاخد اسماء الناس دي على اكسل شيت تكون كاتبهم عشان ما تنساش بعد كده وانت عايز توصل ليهم اما يعملوا لك اكسبت، وتبدا تبعت لهم مش السي في بتاعك، مش تبعت السي في وخلاص، تبدا تعمل نتوركينج مع بعض الديسيشن ميكرز. فانك مثلا بتبعت لحد شغال فرانشايز هيد او بيزنس يونت دايركتور او سيلز مانجر، سيبك من الماركتنج مانجر ودايركتور والكلام ده، لانك لما تتخرج من كليه مش هتشتغل ماركتنج في مالتي ناشونال، الكلام ده ما بيحصلش عشان ما نشتغلش بعضنا. كارير الميدل ايست افريكا ما بيحصلش ان حد خريج كليه صيدله او ما بيتخرج بيشتغل ماركتير في مالتي ناشونال. هل انت شفتها يا مجدي في حياتك؟ حصلت في واحد شفته، الافات الباقيين ما حصلتش. فليه ما بيحصلش الموضوع ده بسهوله؟ انك اول ما تتخرج لازم كده ايه تشيل الشنطه وتشتغل الشغلانه صح من الاول. الكلام ده مش عاجبني، مش عاجبني زيك بالظبط، بس هي دي الفاكت، هي دي الرياليتي اللي انت محتاج تبقى عارفها كويس جدا. يبقى انت النهارده جهزت الليسته بتاعتك، عملت لينكد ان بيبل، عملت لهم اد، هتبعت لهم مسج تقول له ايه انا عايز اخد رايك في الكارير باث بتاعي، او عايز اخد الادفايس بتاعتك عشان اشتغل ميديكال واطور في شخصيتي، فمحتاج من حضرتك 5 مينيت بس اكلمك على التليفون او نعمل اونلاين ميتنج كويكلي واخد منك الادفايسز دي. 5 مينيت، ما تطلبش 10 دقايق، نص ساعه، ساعه ونص، ساعتين، هي 5 مينيت. ممكن تطلب 15 مينيت برده عشان اكون اونست معاك. كل التكنيكس دي ممكن تساعدك انك توصل للاوبجكتيف بتاعك وانت بتوصل للهايرنج مانجر. انت النهارده حطيت ليست الهايرنج مانجرز او الناس اللي شغالين في كارير السيلز او البيزنس يونت دايركتورز او بيزنس يونت مانجرز او الفرانشايز هيدز او فرانشايز مانجرز او سيلز مانجر او سيل او فيل فور سوبرفايزرز، كل دي تايتلز بتاعه سيلز. رحت بعت للناس دي انفيتيشنز، عملوا لك اكسبت، بعت لبعضهم كدهوت ان عايز كارير ادفايس، عايز تعرف ايه الحاجات اللي انت تطور من شخصيتك عشان تبقى ريدي از ميديكال راب، تسال عن انترنشيب لو انت لسه في ايام الكليه، بتبيلد نتورك. الاوبجكتيف من الكلام ده انك تبيلد نتورك. لو ما لقيتش رد بقى في خلال مثلا شهرين ثلاثه وببعت لهم السي في وخلاص، بس انت في الاول ما تحرقش نفسك من اول غلطات كده انا بقولها لك، انك تقول ايه انا عايز ابلاي على جوب عندك، ان ممكن الهايرنج مانجر اللي انت باعت له ده ما عندوش فيكنسي دلوقتي، فانت حرقت نفسك انك تكسبوز نفسك وتعمل ريليشن شيب جود معاه. انت عندك النهارده جود اوبورتيونيتي انك تبدا تكونكت معاه. يبقى دوت جزء البيلدينج نتورك الكونكشنز، دي رابع حاجه انا عايزك
اتكلم فيها النهارده هو النتوركينج. يبقى احنا اتكلمنا عشان بس نسمرايز كده هو سو فار ايه اللي قلناه. اول ما تخرج من كليه لو انت عامل اكتيفيتيز وعامل حاجات جامده جدا وباني شخصيتك وريدي وعامل حاجات اسطوريه ما تتغرش في نفسك، وتوقع انك عادي هتبدا من الاول وتاخد اقلام كتيره لحد ما تلاقي الجوب اوبورتيونتي اللي انت نفسك فيها، فده اوكي. رقم 2 اعمل الليسته بتاعه الشركات اللي انت عايز تارجتها مالتي ناشونال ولوكال وابدا جهزها. رقم 3 اعمل جوب هانتنج استراتيجي، يعني جهزت الشركات اللي انت نفسك توصل لها تبدا تروح لها كل شهر اوفلاين، عندك عربيه ما عندكش عربيه تتشقلب تروح تقدم في الشركات دي وتكتب اتنشن تو. لو عرفت مين الهايرنج مانجر بتاع جوب فيكنسي دي هتعرفها منين؟ هتعرفها من على لينكد ان، هتلاقي في فيكنسي موجوده عرفت توصل للهايرنج مانجر ده، او انك بتختار اتش ار دايركتور اتش ار مانجر وتابلاي هناك وتجرب الاوبورتيونيتيز دي وتحط اسماء البيزنس يونت دايركتورز في الاتنشن، وانك كانك بتساعد او بتقول للادمن اللي هيستلم السي في بتاعك ان دي السي في ده واصل لشخص معين فهياخده وهيبعته للشخص المعين حتى لو انت ما تعرفوش. دي الاستراتيجي رقم 3. بعد كده قلنا هنتكلم في الاونلاين ابلكيشنز، اتكلمنا في لينكد ان بس كان في عندنا مشكله في النتوركينج، فدي رابع حاجه هنتكلم عنها النهارده ازاي تعمل نتوركينج عشان تساعدك في الجوب هانتنج استراتيجي بتاعتك.